تفضل خذ الموضوع. الله يعطيك العافية. طالب القرب منك عمي وجاي اطلب ايد وحده من بناتك. دول بناتك الاثنين صح؟ ايه جاي اطلب ايد وحده منك. فقلت لحالي قبل ما اجيب اهلي خليني اجي اشوف اذا موافق مشان اجيب ولا اهلي. فشو رايك انت يا عمي؟ قبل ما تاخذ بس لك شغله مني ترتب لحالك نصيحه. ايه يا ابني ما عندي مشكله. اين هي بدك انت؟ بدك بنتي الكبيرة عفوا الصغيرة ولا الكبيرة؟ شو الشغلة شرية يعني؟ مو شرية بس انت دماغك عرفان وانا بعرفك مو اكثر. طيب عمي انا بما اني انا شاب ولساتني صغير فخليني اخذ الصغيرة. ها عمرها 21 صح؟ اي عمرها 21 اللي بدك اياها مو؟ ايه. يا ابني عندي هاي البنت كثير مدللة وحبابة كثير ودارسة ومتعلمة وانا كثير بحبها كثير غالي علي ومدللة. طول بالك عمي طول بالك لك هي ما راح تروح تسافر. طول بالك عمي ما بحسن اعيش بدونها ولا ثانية كثير غالي على قلبي. طول بالك عمي طول بالك. احن وحدة احن وحدة على اولادها مو مثل هل عمي والله العظيم والله العظيم هي ما راح تروح ما راح تسافر على امريكا. هي هون جنبك هي ايمت ما بتشتغلها بجيب لك اياها. كون الخرا عم بودعها. على كل خذ الموضوع المهم ابن عمي من الاخر هاي عم بفهمك كل هالشيء اللي عملته لحتى تفهم انه مهرة غالي فهمت؟ ايوه هلا كنت قايلك فيه المتنبي الحنون الاب المثالي قديش يعني؟ ايوه قلت لي شو بدك يا الله. اسمعي يا ابن الحلال انا بنتي كثير غالي علي تتقل بالذهب لهيك باين عليك شاب طيب وحنون وادمي بدي اياك تحافظ عليها مثل ما انا محافظ عليها. ايش دروا اخذ اسمع خليني اكمل كلامي لا تقاطعني اخي. بنتي هاي مهر 20,000 يورو. شو؟ ليش عمي؟ شوفي شو صاير ليش شو صاير بالدنيا 20,000 يورو؟ أنا بقديش طالع دهب من وراها يعني؟ بتعرف إنه نحن شباب يعني والله عزابية وشغلتنا درويشة يعني نحن ما حدا عم بيساعدنا لا أهلنا لا جيراننا ما في حدا عم بيساعدنا لحالنا بيعرج بينا عمي شو 20,000 يورو؟ فهمان عليك يا عمي فهمان عليك بس بنتي بتعرف ثلاث لغات. بتعرف يعني شو ثلاث لغات؟ يعني ثلاث لغات الكرة الأرضية ما في منها هذا الشيء. بتعرف ثلاث لغات بتحكي يعني تستفيد منها. شو هنن طيب الثلاث لغات؟ شو هنن؟ بتعرف تحكي ألماني وعربي وتركي وإيه صح كمان بتعرف تحكي سوري يا زلمة سوري لكن سوري لهيك أنا طيب فيها 20,000 يورو لكن عمي. طيب عمي بتعرف تكتب ألماني؟ لا. طيب بتعرف تكتب تركي؟ كمان لا. عربي؟ شوي املاته ضعيف. سوري مثل ما انت حكيت؟ ابدا ابدا؟ لا. طيب عمي لو كانت تعرف تكتب قديش كان صار بالله؟ سألتني لا اذا كانت تعرف تقرا وتكتب كل شيء هاي بقى بتجي حسبه غير هاي بقى لها غير حسبه. انا عم حاسبك على بس القرايه بس انك بتعرف تحكي ما حسبتك على الكتابه. عندي الثانية شاطرة بالكتابة وبالقراية هاي حسبتها غير بحسب لك اياها بسعر اغلى لانه بتعرف تكتب بتقرا وحتى بتعرف تكتب انجليزي بتقرا وبتفهم مظبوط انت؟ مظبوط لكن هاي حسبتها غير. ايوه ايه اللي عم تبيع بطاطا؟ قديش الشيلة معلم؟ الاثنين قديش؟ عفوا شو انا لقيت برا ارخص يا زلمة جارك عم بيع ارخص سحلك عيوني ليش جاي لهون؟ روح لعندهم ما تلاقي مثل ما بتاع حبيبي احنا بتاع اورجينال
لك هو جينا عرض كتافك يلا يلا حبيبي بروح شبغينا يلا بروح باخذ لي وحده عليها كيسه لسا نايله معلم ساتا طخ حبيبي لك شو عم تساوي يا زلمه شو هالقرف هذا يا زلمه يا زلمه جربان يا زلمه ولا بدي شيلينا على الغرفه هون شيلينا من هون طلعتي من خارج يا بنتي شو الشغلة تجارة؟ شو هالناس هيا؟ عم تتاجر ببلاتك على 20,000 يورو قال تحكي لك باللغات شو هلا يا زلمة شو هالناس هي؟ والله العظيم الناس ما بترجع شلون المثل دي يتجوزوا؟ شلون المعتر دي يتجوز؟ والله العظيم ما ضلنا حياتنا احنا بهالدنيا